بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب ما يدعى به للمريض. باب ما يدعى به للمريض، هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء للمريض، وهذا يفيدنا فائدة أن هناك أدعية خاصة يدعى بها للمريض، أدعية خاصة يدعى بها للمريض، وهناك أدعية عامة يدعو بها المسلم، ولكن هناك أدعية خاصة مخصصة بمكان وهو وقت زيارة المريض، وهذه من السنة التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس. فكثير من الناس اليوم يحرص على الزيارة والعيادة، ولكنه لا يحرص على تطبيق السنة في الدعاء للمريض. والأدعية الواردة للمريض كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف في هذا الباب، وسنذكر بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المسألة لا بد من التنبه لها وإحيائها، وذلك لأن الناس إذا عادوا المريض فإنهم يسألون عنه عن أخباره ونحو هذه الأمور، ولكنهم يغفلوا عن الدعاء له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب ما يدعى به للمريض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرح أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وهذه من الرقية الشرعية، وهي من السنن النبوية، وهي أن الإنسان إذا أصابه قرح أو جرح فإنه يفعل هذه الطريقة. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لغيره، لكن شراح الحديث ذكروا أن هذا في فعل الإنسان لنفسه، ويحتمل أن هذا يكون في الراقي وفي المرقي، يعني الراقي الذي يرقي الناس والذي يرقي نفسه أيضا، يحتمل هذا وهذا. وطريقة هذا كما تدل عليه السنة أنه يفعل هكذا، أنه يأخذ أصبعه في فمه فيمس بأصبعه لعاب فمه ثم يضعه على التربة ثم يضعه على مكان الجرح، هذه هي السنة. وهذا كما ذكره العلم لاجتماع الطاهرين، طهور الفم وهو ريق المؤمن وطهور التراب، والحكمة والله أعلم أنها تعبدية، الحكمة والله أعلم أنها تعبدية، ولكن بما أنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلها سنة، سواء فعل الإنسان مع نفسه أو فعله مع غيره كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا الحديث. ولكن لو فعلها الإنسان لنفسه دون فعل غيره له أو أنه يفعله لغيره فإن هذا أولى كما ذكر شراح هذا الحديث. هنا قال: بسم الله، يعني تبركا بسم الله سبحانه وتعالى واستعانة به: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. انظر في هذا الحديث العظيم، أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، استعانة به، تبركا به، ثم فعل الأسباب. فعل السبب هو أخذ الريق ووضعه في التراب ثم وضعه على الجرح، ثم بعد ذلك عاجل التوحيد بإذن ربنا.
وهذا الفائدة فيه أن هذه الأسباب قد يحصل بها النفع وقد لا يحصل بها النفع، والمراد بحصول النفع يعني ارتفاع الضرر. وأما النفع التعبدي فإنه حاصل على كل حال. ما معنى النفع التعبدي؟ أنك تؤجر على هذا العمل لأنك فعلت هذا الأمر طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤجر على كل حال. لكن هل يرتفع الضرر أو لا يرتفع الضرر؟ أنت فعلت السبب، والله عز وجل قال يرفع عنك الضرر أو لا يرفع الضرر، وكل ذلك بحكمة الله عز وجل وتقديره، والله أعلم بمصالح عباده. فإذا هذه الأمور أسباب، أما تحقق النفع على الجسد فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى الحكمة، ولكن أنت عليك أن تبذل السبب، وأنت في كل أحوالك على خير سواء ارتفع الضرر أو لم يرتفع الضرر. يكفي أنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبقت الشريعة، فأنت على خير. إن ارتفع شكرت، وإن بقي صبرت، وكل ذلك في حال المؤمن على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة خاصة في مثل هذا الحديث، أن بعض الناس اليوم يفعله على باب التجربة، يقول نجرب نفعل، فيعمل هذه الطريقة بأن يفعل الريق مع التراب يضع على الجرح حتى يرى النتيجة. هنا قاعدة مهمة، الرقية الدعاء لا تفعل على سبيل التجربة، افعل على سبيل اليقين، افعل على سبيل اليقين. أما فعل على سبيل التجربة لا ينفع، الشرع ما في تجربة، افعل على سبيل اليقين، ولكن النتيجة عند الله عز وجل. لكن أنت افعلها على سبيل اليقين أن هذا من عند الله عز وجل وأن الله عز وجل سينفع بهذا العمل، ولكن النتيجة عند الله سبحانه وتعالى. قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وهذا الحديث فيه فوائد، أولا عيادة المريض، ثانيا عيادة الأقارب وهم أولى بالعيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله. الفائدة الثالثة أن في الرقية أن المسح على المريض أو وضع اليد على المريض له أصل في الشريعة، خلافا لمن أنكر هذا من بعض المعاصرين، لأن للأسف اليوم كثير من الناس في وسائل التواصل ينكرون أشياء لا يعلمونها. هناك من ينكر النفث، هناك من ينكر وضع اليد، وكل هذا من الجهل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، كان يمسح بيده اليمنى، وقال العلماء شراح الحديث أن هذا عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل راقي إذا أراد أن يرقي يضع يده اليمنى على المريض. قال يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يدعو بهذه الدعوات المباركة، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يعتني به عند زيارة المريض وعيادة المريض. وهنا فائدة مهمة قبل أن نذكر فوائد هذا الحديث، إذا زرت المريض لا تنتظر منه أن يطلب منك أن ترقيه أو أن تدعو له، أنت بادر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد هو الذي يبادر بالدعاء، هو الذي يبادر بالرقية، فأنت إذا دخلت أدعو مباشرة أو أرقه مباشرة من دون أن يطلب منك. وهل هذا ينافي يعني كمال التوكل؟ لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل. الذي ينافي كمال التوكل هو طلب الرقية، وإن كان جائزا لكنه ينافي كمال التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، مع أن طلبها جائز بلا شك، لكن الأفضل والأكمل أنك لا تطلب. فلذلك لا تجعل المريض هو الذي يطلب، أنت الذي بادر بالدعاء، أنت الذي بادر بالرقية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الناس يخطئون في نطقه، وهنا يعني لا بد من التنبه، لأن الخطأ في نطق هذا الحديث يغير المعنى كليا، يغير المعنى كليا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، بهمزة الوصل لا همزة القطع، اشفي أنت الشافي. فلو قال أشفي أنت الشافي
اختلف المعنى كليا. إذا جاء بها بهمزة القطع صار المعنى الهلاك، كأنك تدعو عليه. لذلك الأدعية النبوية يعني ينتبه فيها إذا تحقيق اللفظ الصحيح، حتى لا يتغير المعنى كما في هذه الصورة. وهذا نراه حتى في كتابات في وسائل التواصل، يضعها بهمزة القطع، أشفي أنت الشافي، معناه تدعو عليه بالهلاك، وإنما يكون بهمزة الوصل، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. من مسائل هذا الحديث أن من أسماء الله عز وجل الشافي، أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الشافي. وأيضا هنا قال لا شفاء إلا شفاؤك، أي لا يتحقق الشفاء إلا بإذن الله عز وجل، كما مر علينا في الحديث الذي قبله، وإنما الرقية والدعاء أسباب. قال شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك مرضا، لا يغادر سقما يعني لا يترك مرضا. وهذا من أكمل الأدعية التي يدعى بها للمريض. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.